تحية مجددة. انطلق مشروع غادة الغد ليؤسس لقاعدة جديدة من التنمية البشرية والتطور في المجال الحقوقي، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع يسرنا أن نلتقي كل من المحامية نورة المبارك وأيضا المحامية شاهد الجبري. يا أهلا ومرحبا فيكم، مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور. حابة أول شيء بداية كلامي بسم الله والصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام. حابة أشكر قناة الكويت وخاصة من برنامجكم مساء الخير الكويت على هذه الاستضافة، ومو غريبة عليكم في استضافة الطاقات الشبابية، ونوصل رسالة للجمهور إن شاء الله ونوضح فكرة برنامجنا مشروع قادة الغد. الساعة المباركة ويا لو مرحبا فيكم، نورتوني في هذا البرنامج. وبداية اسمحوا لي أبدأ مع طبعا المحامية نورة، نتكلم عن مشروع قادة الغد. مشروع قادة الغد هو مشروع تطوعي صيفي تدريبي ثقافي يشمل طلبة الحقوق. فكرته بسيطة، بدأت انطلاقته من 2011، كنا مجموعة شباب على مقاعد الدراسة للأمانة، وعلى رأسهم الدكتور يوسف الصليلي صاحب فكرة هذا المشروع البسيط الجميل اللي اليوم احنا في الموسم الخامس من هذا البرنامج. هذول الشباب أحبوا يفيدون ويستفيدون. دخلنا احنا شريحة طلبة كلية الحقوق جامعة الكويت، كذلك كلية القانون العالمية، كذلك الحين استهدفنا شريحة جديدة اللي هما دبلوم قانون في المعهد التجاري. نعم. ندخلهم في هذا البرنامج عشان يستفيدوا منه. نعم. المحامية شهد الجبري على مرحبا فيك. فكرة طبعا هذا البرنامج وضحت لنا المحامية نورة، الهدف من هذا البرنامج؟ الهدف هو راح ينمي طبعا طاقات شبابية، راح يبذلون مجهود من خلال تدريبهم بهالبرنامج، لأن فترة الصيف تدري مثلا 3 شهور أو 4 شهور يقعدون ما عندهم شيء، فيستثمرون وقتهم شيء زين ومفيد، وراح يدربهم يعني راح يكون هم في ميداني يستفيدون أكثر بهالبرنامج. وفي كلمة قالها لنا الدكتور الله يرحمه فاضل نصر الله، درسنا بالحقوق، قال ليش لازم تكون في مادة بالحقوق عملية تدرس، إن أساس تعطي ثقة، إن للطالب يكون عنده ثقة أكثر، إن ما يخاف من الجمهور، وتكون ثقته بنفسه أكبر من إن يكون عنده رهبة. فكان شيء زين يعني، وأنا أعتقد إن راح يستفيدون بهالتجربة هذه. نعم. شلون القبول على البرنامج بشكل عام؟ هو بداية القبول طبعا كان تقريبا ما يتجاوز 100 طالب، كانها فكرة جديدة ومشروع جديد من 2011، لكن للأمانة الحمد لله كان سنة عن سنة في ازدياد وإقبال من قبل الطلبة، كذلك حتى الطالبي مع ولي الأمر وهو يعني مستانس على فكرة البرنامج وبالتالي يشارك فيه، وأساسا يعني حتى مدته شهري هو برنامج صيفي بالنهاية، يعني حتى الطلبة اللي يقعدون بالصيف مثلا في ناس على يكونون على سفر، في ناس ما عنده بروجرام معين يمشي عليه خلال فترة الصيف، يا برنامج قادة الغد التطوعي في استقبال هؤلاء الطلبة أساس أن من مهاراتهم، وكذلك حتى باكر اللي تخرج فيما بعد يعرف شلون يسلك مستقبله المهني، يعرف شلون يختار، يعرف شلون يتخذ قرار، أنا وين أنا تخرجت، أنا وين راح أتوظف، قطاع خاص ولا قطاع حكومي، وشلون أتوظف، وشلون أصير محامي، ولا شلون بأي شريحة من الشرائح الوظيفية. فبالتالي يا برنامج غادة القد نمسك هؤلاء الطلبة من يدينهم على أساس نساعدهم في اتخاذ قراراتهم. نعم. طيب طبيعة الأنشطة داخل البرنامج الآن، ممكن واحد يشاهدنا طالب في الحقوق أو أي طلبة حقوق أو توعية قانونية، شنو تحبون تقولون له بالصيف موجود وقاعد، شنو الرسالة توجهونها له؟ نحثه على أنه يروح يسجل بهالبرنامج، لأنه في ميداني وفي هم رحلات وفي دورات تدريبية. فهو الميداني أنت شنو يعني؟ هل نقول محاكم شيء كذي يتعلق بطبيعة عملهم؟ هو البرنامج هو للأمانة البرنامج هو كلها شهر. إحنا الأسبوع الواحد قسمناه لعدة شغلات، عندنا 3 أيام عمل ميداني تدريبي، يتدربون في جهات تدريبية. الجهات التدريبية طبعا مشكورة في انضمامها لبرنامج غادة الغد لاستقبال الطلبة المتدربين. عندنا مكاتب محامين، عندنا كذلك شركات، عندنا بنوك، طبعا كل في قسم الليجل عندهم القسم القانوني. 3 أيام تدريبية للطلبة، يوم في الأسبوع اللي هو كل 2 إن شاء الله راح يكون في دورة تدريبية كذلك، ويوم في الأسبوع كذلك راح يكون رحلات، هم من زيارة حق بعض الأماكن اللي هي يعني فيها المجال القانوني بشكل أوسع. وبالنسبة للدورات التدريبية احنا يعني كسرنا روتين اللي هو تلقي الطالب للقانون،
انت اوريدي قاعد تدرب بالضبط، انت اوريدي قاعد تدرب في جهات وانت طالع اساسا من مقاعد الدراسه، يعني مليان الملكه القانونيه مليانه عندك بالضبط بالضبط. فالدوره التدريبيه احنا طلعنا على نهج القانون، رحنا حق مجال التنمية البشرية. الحين الطالب لما يتخرج يقول مثلا أنا ما أفهم إلا بالقانون، لا أنت مو شرط أنك تكون فقط قانون، أنت لباكر لما تكون قانوني لابد تكون عندك الملكة القانونية حاضرة، لابد الثقة بالنفس تكون موجودة، القدرة على مواجهة الجمهور، القدرة على التواصل، الإلقاء، يعني البرنامج للأمانة، الدورات المتضمنة معنا نخبة من المحاضرين طبعا مشكورين، وعلى رأسهم بداية الدورات راح تكون الرئيس الادعاء العام الأستاذ إبراهيم الخشتي، راح يتكلم عن أساليب التحقيق، هذا فيما يتعلق في جانب القانون. والتنمية البشرية راح يكون معنا الأستاذ أحمد بوعركي، كذلك أستاذة أنوار العقابي، حمد راح تشرح عن تحليل الشخصية، وعندنا يعني نخبة ما شاء الله من المحاضرين. ضمن طبعا الأنشطة والدورات اللي داخل هذا البرنامج قادة الغد محامية شهد، يعني مثل ما ذكرت وتفضلت المحامية نورة، دمج التنمية البشرية في المجال الحقوقي يعني أيضا أصقل موهبتهم في جميع المجالات، شتى المجالات، الملكة القانونية، الحضور، التواصل، الإلقاء وغيرها. هذا البرنامج يعني مثل ايضا ما تفضلت قالت هذا الخامس، هل انتم قدمتوا شيء جديد في البرنامج الموسم الخامس غير الموسم اللي قبله سابقه؟ يعني احنا قاعد نقدم مثلا نغير بالرحلات، يعني ننوع الاماكن على اساس يكون فيها جانب انساني، انه ما تكون كلها جانب قانوني، فيها جانب انساني مثل بيت الكويت، وفي عندنا مركز الكويت للتوحد كذلك، ومركز الاخراف للمعاقين، عندنا كذلك زيارة لشركة أريدو لشرح كذلك عالم الاتصالات ومشاكل عالم الاتصالات، وأخيرا راح يكون كذلك هم الالتقاء في كافيه معين على قولتهم كسر الروتين، ليش أنه كله في مسرح راح يكون، بعدها راح نلتقي في كافيه معين اللي يسمونه حلقة نقاشية، هذه الحلقة النقاشية فكرتها أن الحوار يكون مفتوح. نعم. هل في شهادات مقدمة لهم في هذا البرنامج؟ أكيد طبعا في شهادات، الحوار مفتوح ترى، اي طبعا في شهادات راح تكون مقدمه اولا على راسهم الهيكله والقوى العامله، راح تكرم طلبتها لان احنا تحت مظله الهيكله، بالتالي في شهاده من البرنامج مقدمه كذلك للدورات اللي راح يحضرونها الطلبه. شهاده فعل الجمهور او الشريحه المستهدفه من قبلكم شلون تشوفون؟ طبعا اللي تخرجوا سابقا واللي بيدخلون ان شاء الله حابين ان هم يسجلون بالبرنامج وعلى اساس يستفيدون خبره، بنفس الوقت راح يفيدهم بالمجال الوظيفي، ان اولا راح يعلمهم الجانب الميداني، وثاني شيء خبره، ويستثمرون وقتهم ويطلعون طاقاتهم بهالبرنامج، ويعني انا اشوف في يعني حابين انهم يسجلون بهالبرنامج. دائما اي برنامج او اي نشاط او دوره يعني يقدمها شخص معين او مؤسسه او غيره تترك متدربينها في غمار الحياة، هل أنتم تتابعون متدربينكم بعد ما يتخرجون من هذه الدورة أو هذا المشروع، مشروع قادة الغد؟ بالنسبة لمتابعة إدارة البرنامج لطلبتها، احنا ما نخلي طلبتنا لله الحمد، احنا لما يتوزعون على الجهات التدريب من بعدها احنا قاعدين نشوف حتى في إجراء اتصالات بين المشرف اللي ماسك الجهات هذه واللي ماسكين الطلبة من قبل إدارة البرنامج، على أساس إذا في مثلا في أي اقتراح، مقترحات، أي شكاوي، مثلا يبدون رأيهم، مثلا والله احنا استفدنا، هذا كله تسجل عندنا. احنا بعد ما يتدربون عندنا شيء ما يسمى في المحكمة الصورية، المحكمة الصورية هذه يكون فيها هيئة قضائية صورية، لكن في ضيافة أحد القضاة من المجلس الأعلى للقضاء، قاضي حقيقي يكون متواجد، وتعطونا قضية مثل قضية افتراضية من قبل البرنامج تتوزع على الطلبة، الطلبة يدرسونها يعرفون خطواتها. عندنا نوعين من الطلبة كاشتراك، عندنا سلطة اتهام وعندنا سلطة الدفاع. سلطة الاتهام تمثل وندخلهم بقاعة كذي؟ اي نعم، قاعة وكل شيء، يتم تصفية الصفوف إلى ثلاث مراكز. الثلاث مراكز هذول في الحفل الختامي للبرنامج وقت تكريمهم راح يكون في عرض مثل شيء مبسط لنتاج البرنامج اللي استفادوه من البرنامج، يكون عرض قدام الهيئة القضائية السورية، وبالتالي يتم تكريم المركز الأول والثاني والثالث كذلك. بعدها بعد ما يتخرجون من مدة البرنامج تنتهي يكون في متابعة من قبلنا لهم، ما شاء الله تبارك الرحمن احنا سنة عن سنة قاعد يكلمونا الطلبة، يبون مثلا اخوانهم، يعني اهلهم، اللي ولد خالة، اللي رفيجة، اللي فبعدها ما شاء الله يكونوا محامين في الجهات التدريب اللي اساسا كانوا الطلبة فيها. حلو، يعني الان المشاهد يتابعنا، هل فقط المعني في القانون اللي يدخل في هذه الدورة، أو أن أي شخص ممكن
حاب انه يشارك شاف الاعلان ويدخل؟ هل في مجالنا المجال مفتوح للجميع للمشاركه ولا اهل التخصص والاختصاص؟ لا، في فئه معينه اللي هم طلبه الحقوق جامعه الكويت وكلية القانون العالمية. عارف، بس أنا قصدي هل الآن ما دام في موضوع تنمية بشرية ليش ما نخلي الكل يستفيد؟ يعني احنا ودنا أصلاً، احنا كانت طموحنا أن نوصل على مستوى الخليج ونوصل للعالمية. يعني حتى فكرة البرنامج كانت سنة عن سنة في تطور، لكن احنا نتمنى والله، احنا دخلنا طلبة اللي يدرسون برا، الكويتيين اللي يدرسون في مصر، امريكا، البحرين، عمان، اي من الدول هذه احنا مشاركينهم. لكن لما تقول تخصص اخر، احنا اكثر شيء قانون، لان البرنامج كله من ضمن انشطته انت اوريدي قاعد تتدرب في جهه تدريبيه قانونيه، مو في اي قسم اخر. فبالتالي احنا لما حطينا ضمننا هذه الانشطه البرنامج للدوره التدريبيه فقط لي عشان نفيد الطالب. نقول احنا هذا في المستقبل. عندك ايضا اضافه على الكلام هذا استاذه شهد؟ انا اعتقد لان يعني يغلب عليه الطابع القانوني، ف يعني على قولتهم الاهله المفروض يكون. طيب الآن في هذه الدورة شفتوا بعض الطلبة المميزين، هل يكون هذا الطالب المميز خاصة عن المراكز أنتم صنفتوهم يمكن بالتقرير الخارجي المركز الأول الثاني، تكون هناك لا هذا رعاية خاصة لأنه ممكن يكون هذا نتاج للبرنامج فيما بعد حتى أعرضه للجامعة أسوق لنفسي أنا كمشروع قادة الغد أن أشوف هذا نتاج مشروع قادة الغد في المستقبل؟ اي نعم، هو الحين اوريدي يكرم من قبل البرنامج، بالتالي يتم التواصل مع مجمع الطلبه اللي اساسا يطلعوا من هذا البرنامج. مميز جدا، في مميز شخص هذا موهبه ما شاء الله. كل من يبدع، ترى كل من يبدع، طلبه برنامج قاده القد للامانه يعني هو مو بس مديحا في البرنامج، للامانه نتاج البرنامج ما شاء الله نخبه من الطلبه، هو ما تعب، ما قعد شهر الصيف كله في هذا البرنامج الا عشان يبي يطور من نفسه، فبالتالي انت راح يدش شخصيه ويطلع شخصيه ثانيه. فبالتالي هدف البرنامج الشخصيه اللي هو اخر البرنامج، شنو راح يطلع الطالب؟ شنو راح يستفيد؟ ايضا خاصه القانون في الكويت عندنا دائما متجدد. اكيد. الان عندنا المشروع الجديد قانون الجرائم الالكترونيه، هل ايضا انتم تخلونهم مطلعين في هذا المجال من خلال النخبه اللي استضفتوهم في هذا المجال؟ ان يا جماعه ترى في غير المواد اللي درسناها لكم في القانون ترى في مواد جديده الان، يعني يكون عنده فكره في هذا الموضوع، مو حلوه يطلع للمجتمع هو ما عنده افكار عامه افكار خاصه في هذا المجال. يعني هل هناك مواد متجدده داخل البرنامج؟ هو ممكن يستفيد من خلال الحين شركة اتصالات أريدو لما في لها الشؤون القانونية، ممكن هم راح يستفيدون من هالناحية، أن الجرائم الإلكترونية راح يتعرفون عليها أكثر يعني الطلبة المشاركين بالبرنامج. نعم، إضافة أستاذة نور على الموضوع هذا. بالنسبة حق الجرائم الإلكترونية طبعا هذه مواضيع متنوعة ولازم تهم الطالب القانوني ولا بد أنه يفقه فيها لأنها تمس أساسا حتى في الآونة الأخيرة المشاكل طبعاً. أي المشاكل اللي قاعد تصير لا بد أنه يكون عنده خلفية. فبالتالي إحنا لما نوزع عليهم القضية الافتراضية ترى هي قضية عادي معممة ممكن نختارها لأي موضوع، لكن إحنا اللي ما ذكرته أنا في خلال الحديث أنه إحنا قبل نص ساعة من كل دورة تدريبية في مسابقة يطرح موضوع متجدد من قبل شخصية قانونية، محامي يطرح موضوع كان قضية قصيرة مفترضة إن كان سؤال قانوني. فبالتالي أنت قاعد تنوع في كل يوم دورة، قاعد تنوع للطلبة من خلال أسئلتك، وكونها مسابقة بالنهاية هم من يحظى على جائزة. نعم، سؤال مشترك لكم، إحنا دائما نكون شفافين في برامجنا وفي أمورنا وموضوعاتنا المطروحة، هناك عوائق تواجهكم في مثل هذه البرامج؟ أبدأ بالمحامي شهد وبعدين أستاذة نورة. لا، أنا باعتقادي ما في عوائق، يعني ما أشوف أنه في عوائق نهائيا، بالعكس يعني ممكن مجهود تعب، بس الحمد لله يعني عقب المجهود هذا والتعب هذا راح نلقى أنه يعني الطلبة قاعد يستفيدون وفي إقبال شديد منهم أن التسجيل بالبرنامج. بالنسبة للعوائق للأمانة ماكو شيء أنت تهدف له يجيلك بسهالة، لابد أنك تتعب عليه. فإحنا تعبنا على البرنامج للأمانة، كنا الشباب يعني ما كان في داعم لنا سنة عن سنة، سبحان الله بانتشار فكرة البرنامج وإقبال الشديد من الطلبة في جهات رعتنا،
من على راسهم شركه اريدو للاتصالات، كذلك عندنا الهيكله، عندنا جمعيه المحامين، كذلك عندنا باسم افراد من الزملاء المحامين يشارك في مكتبه على اساس انه يرعى البرنامج. نتمنى احنا انه يكون في رعاه يرعون من مثل هذه البرامج التطوعيه من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لان بالنهايه احنا نستهدف شريحه شبابيه، يعني شباب عندهم طاقه يبي يوصلون لشيء، نبي نحقق فيهم شيء اللي هو حب التطوع، لانك انت متى ما حبيت شيء راح تخلص فيه. فبالتالي احنا للامانه هدفنا هو العمل التطوعي لوجه الله سبحانه في المقام الاول. في المقام الثاني ان نبي نفيد ونستفيد كذلك، احنا ما زلنا نستفيد من خلال النخبه اللي قاعد نستضيفها. الخبرات المتراكمه عندنا نقول ناخذ خبره من طبعا المحاضرين الموجودين في هذا الدور ونستفيد منهم. من اصغر واحد لاكبر واحد، حتى دكتور يوسف للامانه، دكتور يوسف اللي هو صاحب فكره برنامج قاده القد يكون حاضر حالة من حال الطلبة اللي موجودين، ماكو أحد أعلى من أحد، كلنا موجودين، كلنا جايين نتعلم. التعليم ما له عمر أستاذي، ما له عمر. ليش؟ لأن دائما في تجدد، في تجدد في المعلومات، في تجدد في الملكة القانونية. أنت كشخص قض النظر إنك قانوني ولا غير قانوني، لابد إنك تكون حاضر، لابد تكون المعلومة عندك موجودة، لأن كانت قانونية ولا في مجال اجتماعي ولا مجال التنمية البشرية إلى آخره، لابد إن تكون باكر. اللي قالوا والله الإنسان هذا مثقف، مثقف من أي ناحية؟ مثقف من الجانب الاجتماعي، مثقف من الجانب القانوني، مثقف في جميع الجوانب، وهذا شيء حلو باكر يعود للإنسان نفسه. ودائما يقول الثقافة أن تعرف من كل شيء شيء، وأن تعرف من شيء كل شيء. أكيد في طموحات خاصة فيكم كيعني داخلين في هذا البرنامج، الموسم الخامس هناك طموحات يعني مشروعة لكم، مثل شنو هذه الطموحات الموجودة عندكم؟ يعني مثل الأستاذة نورة قبل شوي في حديثة قالت احنا ليش نبي الخليج والعالمي، شنو الطموحات الموجودة عندكم؟ بتحاولون إن شاء الله تعالجون مثل المشاكل السابقة تقدمونها من خلال هذا المشروع مستقبلا إن شاء الله، الأفكار الموجودة. يعني احنا حابين نستثمر الطاقات الشبابيه على اساس يبدعون بعدين مجالهم الوظيفي، يعني احنا نطمح ان نشوف طاقات يعني الشبابيه تبدع وتجتهد، وغير كذي تزرع الثقه يعني بنفسها وتكون يعني على قولتهم يعني ملمه بامور وايد. كذلك بالنسبه حق الطلبه المشاركين في المواسم السابقه احنا على تواصل معاهم لليوم وهم زملاء معنا. شيء حلو انه يجي لك الطالب يقول لك والله انا كنت مسجل في برنامج قاده القد وتعلمت واحد اثنين، بعدها تبارك الرحمن راح اتخذ مجاله المهني، اتخذ مجاله المهني وفوق هذا عنده مشروعه الخاص. عنده مشروع خاص، مو شرط ان انا مثلا باكر بصير محاميه اروح افتح لي مكتب محاماه، مو شرط، انا اكون مثلا محاميه جهه معينه او باحث قانوني في جهه معينه لكن عندي مجال اخر، مثلا انا ابدع مثلا في امور كوني بنت، مثلا ابدع في امور الخياطه، افتح لي اتيلي مثلا، هذا على سبيل المثال، وكل واحد له المشاريع الخاصه. فالبرنامج من خلال حتى الدورات كفائده عايده على الطلبه يفكرون في انه شلون انا انمي نفسي بنفس الوقت اصير انسان السي في ماله مليان، مو بس انه على المستوى التعليمي، يكون حتى على مستوى المشاريع الخاصه. الحين كل من الحين ماكو احد ما قاعد يفكر بمشروع خاص فيه، كل الكويت يفكر شيء حلو بمشروع خاص، فشيء حلو يعني ان الواحد يكون عنده يعني انا مثلا تخصص قانون لكن مجالاتي عديده، مثلا انا افقه في مجال التنميه البشريه، انا وايد اطمح لقدام اني انا احاضر في هذا المجال التنميه البشريه، بس الواحد شنو يتعب على نفسه بالاول، بالتالي راح يوصل حق الهدف اللي يبي. كمدربين للتنميه البشريه طبعا الان ما شاء الله مجال كبير في الكويت للمحاضرين التنميه البشريه، انا عجبتني موضوع فكره يعني اطعم التنميه البشريه في المجال الحقوقي، يعني شيء ايجابي لكم في هذا المجال، والاجمل انه ما شاء الله يعني على راس العمل يكون شابات وشباب كويتيين كقائمين في هذا العمل، العمل التطوعي، يعني شنو الايجابيات اللي انتم صفتوا موجودين في هذا البرنامج كمنظمين او رعاه او غيره، شنو استفاد هذا البرنامج قدم لك يا محاميه شهد؟ قدم لي اني شفت في طاقات قاعد تطلع ان قاعد يستثمرون وقتهم ويجتهدون ويتعبون على نفسهم، ان احنا قاعد نتعب ونجتهد ونشتغل، بالمقابل في طاقات شبابيه قاعد يشتغلون يعني يتعبون على نفسهم ويجتهدون. نعم. البرنامج المحاميه نور انا قاعد اشوف ما شاء الله لما تتكلمين متحمسه للبرنامج اكثر جدا. واضح ان هذا البرنامج اثر فيك، يعني نتكلم ايضا عن تاثيراته الشخصيه. انا للامانه اعترف ان البرنامج اثر فيني نوره قبل البرنامج غير وبعد البرنامج غير. يعني نوضح من للمشاهد أن هذه فرصه للمشاهد الكريم اكيد اللي عنده تردد، خاصه اهل القانون طلبه القانون عنده تردد، قاعد يشوف قاعد يتكلم بامور نظريه ولكنه بيقول
شنو كانت نورة قبل وبعد البرنامج؟ للأمانة قبل البرنامج جتني الفكرة أن مجرد أني أشترك كطالبة، اشتركت كطالبة، تعلمت، تحمست، بالأخير قلت لهم بشتغل معاكم، دشيت صرت مشرفة، الحين أنا ماسكة إشراف عام البرنامج كامل. ما شاء الله. يعني خطوة بخطوة. أنا قبل للأمانة ما كانت عندي القدرة على أني أواجه الجمهور. أنت ممكن باكر بأي موقف يطلب منك أنك تقول كلمة، يطلب منك أنك تشترك في حوار موضوع معين مثلا، فلا بد أنك تكون حاضر في هذه اللحظات هذه. ما شاء الله عليكم محاميات وتنمية بشرية. إيه ما علينا يعني ما شاء الله. إحنا ما علينا من يعني من هالناحية هذه لازم يكون في حضور. فللأمانة كان في طلبة حتى من اللي يدربون في الجهات يقولون والله أستاذ إحنا عندنا الملكة القانونية تعطينا أي قضية نحلها، لكن خلي يواجه الجمهور، ما عنده القدرة في بالضبط، ما عنده القدرة على المواجهة الجمهور. فبالتالي أنا للأمانة على البرنامج هذا استفادتي كانت ثقتي بنفسي أكبر، علاقات عامة بشكل أكبر على شريحة أكبر، بنفس الوقت التواصل صار أسهل، عرفت ناس يدد، فت واستفدت مهما كان، مو معناته أن أنا أكبر منك سن إن معناته إني أنا عندي المعلومات أكثر منك، بالعكس الواحد يفيد ويستفيد مهما كانت الأعمار، العمر ما العلم ما يقص. الحياة خذوهات يعني. بالضبط بالضبط. فللأمانة كانت تجربتي جدا ناجحة في البرنامج، وأنا أوصل رسالة يعني إن طلبة الكويت بجميع شرائحها بالنسبة حق الطلبة والطالبات أتمنى إن يخوضون هذه التجربة، ما راح تخسرون شيء. حابه تضيفين اضافه او كلمه اخيره تبين تختمين فيها هذا اللقاء؟ اشكر زملائي واشكر وعلى راسهم الدكتور يوسف الصليلي، اوجه له تحيه واشكره لان تعبنا ومجهود جبار، وعساس انه بالنهايه راح نلقى ابداع من الطلبه، وانصح الطلبه والطالبات يسجلون، يعني مو خسرانين شيء، هم قاعدين ما عندهم شيء، فانصحهم يسجلون. خلوهم يستفيدون. خلوهم يستفيدون بالضبط. آخر شيء أقول أن برنامج قادة القد إحنا صلنا 3 أيام فاتحين باب التسجيل، اليوم على الفترة المسائية إلى 8:30 مساء في مقرنا في جمعية المحامين الكويتية، ومددنا التسجيل كذلك حسب طلب الراقبين. نذكر البرنامج متى راح يكون؟ البرنامج إن شاء الله راح يكون هذا الأربعاء، هذا بداية البرنامج راح تكون هالأربعاء إن شاء الله 29/7 امتدادا إلى 31/8 اللي هو يوم تكريمهم إن شاء الله. التسجيل اليوم وباكر على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة 10:30 إلى 1:30، ومن الفترة المسائية من الساعة 5:30 إلى 8:30 المكان في مقر جمعية المحامين الكويتية بنيد القارد. طبعا كل الشكر والتقدير للمحامية نور المبارك وأيضا المحامية شهد الجبري على هذا الموضوع وتوضيح مشروع قادة الغد، ولا زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت. عندنا تقرير ولا نطلع فاصل؟ عندنا تقرير، نشوف التقرير الخاص بالذهب. عدل نشوف تقرير خاص بأسعار الذهب ونرجع لكم إن شاء الله.